ما بعرف، مو مرتاح صراحة دلال. مخلص ما عاد ارتاح من يوم ما اشتغل مع نظمي وشريف، واليوم كمان ما كان بده يروح الشغل. أنا سمعته عم يحكي مع أنغام. طيب شو رأيك أنا أحكي معه؟ شو بدك تقول له؟ بدي أقول له إنه ما بيصير يستمر بهذا الوضع اللي هو فيه. إيه، شو رأيك تيجي تزورنا اليوم المساء وبتحكوا مع بعض على راحتكم؟ إيه بصير، يلا خلينا نمشي تأخرنا. يلا. يعني أمورك ماشية؟ الحمد لله تمام. مخلص؟ ها؟ شغلت لي بالك، قلي شو في؟ ما في شيء، لا تشغل بالك. هلا أنا وياك مو مثل أخوي. إن شاء الله. طيب لازم تحكي لي، لازم أعرف شو في. صدق ما في شيء، بس هيك مشغول بالي بموضوع معين. وهلا بروح. دلال؟ إيه. سوي لنا فنجان. يا العين. أمي سوي لنا فنجان قهوة، على إذنكم. معكم تفضل. هلا صرنا لحالنا، بدك تحكي لي شو بك؟ شوفي ما في شيء، متضايق شوي من الشغل. من شو متضايق؟ يا وفاء الله يخليك، لا تنقعني كثير. قلت لك متضايق اتركني. امي نعم شوفي امي كمان، انت شوفي وفاء شوفي دلال شوف امي، تركوني الله يوفقك. رح بختني ها، انا بخلي شوكي بايدي، اتركوني ان شاء الله بنحبس، بس خلص اتركوني. عفوا ست ام عزو بليز، هي امور شخصيه بينك وبين مدامتي، انا ما دخلني فيها. حلوه مو حلوه بترجعكي ما تضايقيني. شوف زيكو، اذا امي بتسافر مع مرتك مشان يجيبوا اغراض برتكب جريمه. اه عزو لو سمحت، ترتكب جريمه بتقتل امك بتقتل جيرانك، انا جاي زيارة انا وزوجتي لعندكم، فرجاء ما بتمنى حدا يضايقني او يزعجني. ايه معلم عزو، ما في داعي لكل هالانفعال. انا اقترحت اقتراح على الست ام عزو باعتبارها شريكتي. عن اذنك شريكتي، بدي ساوي لكم كوبتشينو. اذنك معك. امي ما لها علاقه بالسفر، وما بتسافر يعني ما بتسافر. انا ما فاهمه ليش معلم عزو انت زعلانه كثير. اخي انا حر، بزعل برضى على كيفي. لك مرة راحت رحلي على العادية، رحت جبتها من مغفر بحمص، الشوفير لهلا مفقود، ترك الباص وفركه هرب. التقى بس كان فائد الذاكرة. عم يمزح معكم، ليش هيك راقبتهم الجماعة؟ جايين لعنا ضيافة. قومي مدام سوزان، قومي نمشي. طيب شو تمشوا بعدين؟ ليش ما بدك يعني يسافر؟ اه؟ هيك أمي، شغل وقلت لك ماشي الحال، سفر ما في. بح! بح؟ أنا سمعان بهي الكلمة بح، وين مدام سوزان سمعان أنا بح؟ سمعانة من أم طافش بالحارة. خلاص خلاص رح أسافر لوحدي، مع إني كنت حابة إنه نسافر سوا، أنا متأكدة إنه الست أم عزو ذوقها حلو كتير، very fashionable. أي الله يرضى عليك يا مدام، سافري لحالك، سافري لحالك ولا تعملي لنا مشاكل بنوب. برافو مدام سوزان، فعلاً روحي لحالك. I name objection Mrs. أم عزو. إي طالما objection، عدوا اشربوا الدرينك الكوبتشينو. أوكي الدرينك. عدي شربي. Thank you. Welcome. Cold. ما بدي. تصطفيش. أنا شايف إنك ما رح تستفيد شيء. طيب ليش يا أستاذ شاهر ليش؟ لأنه اللي اشتروا المواد الزايدة رح يقولوا إنك أنت اللي بعت المواد. شريف ونظمي مالهم هينين. مو معقول يعملوا هيك من دون ما يكونوا مدبرين حالهم. طيب انا شو بدي اعمل هلا؟ انت كان لازم تاخذ رايي بالاول. بدك نصيحتي؟ طبعا. لحد هون وبس. انت هلا بالمرحله الثانيه من مشروع المستودعات، لما بصير طلب مواد ثانيه خبرني. وشو بدك تعمل؟ اللي بدي اعمله يمكن يخلصك من هالمشكله. انت بتطلب مواد اقل. طيب كيف؟ ما في قدامك حل ثاني، والا بتعرض حالك للسجن والتشهير بامانتك. ما قلت لي انت ليش اجيت اليوم لعندي على الجامعه؟ لقيت حالي عندي حصتين فراغ، قلت بجي بشوفه. لا انت اجيت لانه في عندك حكي بدك تقول لي اياه. هو بصراحه عندي حكي. حكي شو؟ هلا وانا جاي لعندك شفت اخوك مخلص، حذري وين كان عم يصف سيارته. وين؟ قدام محل زيكو كومبا. زيكو كومبا؟ ايه لا تستغربي، بكره ياما حتشوفي زيكو كومبايات، بس العتب مو عليهم. العتب على الاستاذ مخلص يلي كان مثال للاستاذ المتفاني. شو هو الحكي اللي بدك تقول لي اياه؟
أنا خايف تكوني زعلاني مني لأنه ما عادت إجيت لعندكم على البيت. تعرف حتى أمي اليوم سألتني، قالت وفا ليش ما عاد إجا؟ الحقيقة أنا ما عاد إجيت لعندكم لأنه مخلص ما عاد مثل الأول، مع أنه كل غرضي أنا كان إني ساعد وإنتي بتعرف، بس يبدو أنه هو ما بده. أنا بستغرب أنه في إنسان مو عاجبته شغلة وبيضل متعربط فيها بإيدي ورجلي. اسمع زيكو. أفوان أستاذ زيكو بليز وسكرانس لو سمحت. أنا لما بحكي معك لا لك أستاذ ولا لك سكرانس، فهمت؟ لما لا أزل إيدك. يكون بعلمك أنا ما بعت وراك أبدا. حضرتك كنت قاعد أنت برا عند السكرتارية وضحكت عليها وقلت لها أنه في إلك كلام مهم عندي. على علمك أنا قبل شهر ما ممكن تفوت عندي، مفهوم؟ هون مكان بزنس إز بزنس، إذا عندك كلام اتبزنس، ما عندك اتبزنس برا. ياو تفضل. شو هدول؟ مثل ما لك شايف طلب مواد. وشبهون المواد؟ أنت بدك تأمن لي يا هون. أنا بدك يعني أمن لك الشمنتو وخشب وسيراميك؟ ليش ومنين؟ أنت بتعرف منين بيتأمنوا؟ يا ضربان فهمت عليك، بدك يعني أنا أمن لك ياهن من السوق السوداء؟ إيه نعم. أنا اللي بعرفه يا أستاذ مخلص إنه اللي بياخد تعهد مثل حضرتك مفروض الشركة اللي عطيته التعهد هي تأمن له المواد. هلأ شو بدك بكل الحكي يا زيكو؟ هاي المواد فيك تأمن لي إياها لما لا؟ أنت بتعرف إنه أنا بشتغل بالديكور بس. بعرف إنك بتشتغل بالديكور وبتعرف، وبعرف كمان إنه سمعتك كتير بالديكور مهمة، بس بعرف كمان إنك بتعرف ناس عندهم تعهدات كتيرة وفيك تأمن لي هيك مواد. إيه بس أنا. لا تقلي بس، بعرف. بدك كوميسيون. بليز مخلص بيك لو سمحت. زيكو اللي قدامك غير زيكو ايام زمان. انا بعرف انه الاغراض بدك اياهم لانك بايعهم، والحقيقه هن شريف ونظمي بايعينهم باسمك. اوكي نو بروبلم، انا راح اساعدك وراح احاول امن لك اياهم. مو تحاول، بدك تامنهم ضروري. اذا انا امنتهم جاهزين الفلوس؟ انت امن لي المواد اول باول. اوه يعني انا بقدر اقول انه ما معك كل المصاري؟ لا ما معي. اوكي شوف مخلص بيك، بما انك بتثق فيي وانا وياك اولاد حاره، بتمنى تحكي لي وتصارحني بكل شيء عم يدور عندك وبعدك. انا راح اساعدك يا زيكو. انا لو ما بحس انك انت ابن اصل وطيب وواثق فيك ما كنت اجيت لعندك. انت امن لي المواد وانا جاهز. طمن السكرانز رح يساعدك. الكابتشينو تبعك برغوي ولا بلا رغوي؟ انا برايي اذا تامنوا معك بتكون المشكله انحلت. طيب ما بدهم يسالوا بالشركه اللي اخذين منا المشروع انه ليش ما استجرينا المواد الثانيه؟ طبعا الجواب عندك، في مواد. ايوه تقصد المواد اللي بدنا نشتريها من السوق السوداء؟ اي نعم. استاذ شاهر انا وثقت فيك بصراحه، وارجوك ارجوك تحافظ لي على هالمشروع لانه اغلى من روحي. استاذ مخلص انا وثقت فيك من اول يوم تقابلنا. انا امنت شخص يامن لي المواد اللازمه وزياده كمان. بس انت قلت لي انه ما في عندك مصاري. لا ان شاء الله هلا بيتامن. هاي الحساب. ايه يسلموا ايديك. بعيني. لا لا والله شو الحكي. انا قلت لكم ما بدي اطلع من الحاره، كان قلبي حاسسني يا ناس. بسيطه خالتي مخلص اهدي، خلينا نفكر الا ما يكون في شي حل. انت لو قلت لي من الاول انه الكشوفات هيك كنت قدرت تساوي شي. انغام هذا اللي صار ارجوكي. مخلص انت مفتكر انه اللي صار هين؟ لا لكن شو مستني؟ مالي مستني شي، انا بس حبيت احطكم بالصوره. الحقيقة يا مخلص انت شغلك مع هدول العالم عم عيونك وما عاد خلاك سمعت حدا. معليش وفا يا ريت بلا تنظير وما حدا يعطيني نصايح. يا مخلص يا مخلص وفا ما حكى غلط. وانت اذا بتريدي مالي متحملك بنوب. خلص خلص خلوني هالمرة انا اتصرف. بسمع الا خلوني اتصرف، ما بسمع الا تنظير، ما بسمع الا نصايح، وكله عم يعمل معلم علي وما حدا عم يتصرف.
ماشي الحال يا جماعة، أنا اسمحوا لي بدي أمشي. وين؟ خليك شوي يا ابني. لازم أمشي. لك شوفي احكي لي بس، فشي لي قلبي. اليوم هلكني زيكو هلك. ليش يعني؟ كان عندكم شغل كتير؟ قال بده يطور حاله. طبعا زيكو سيكلانس دائما عنده شغلات جديدة، لكن مو مثل بعض جماعة على طول مكانك راوح مثل الحصيرة، لا طويلة ولا قصيرة. عن اذنكم عندي شغلة جوا. ما قلت لي انتو شو هالشغل اللي تعبك بهالشكل؟ ما في غير روح من تاجر لتاجر ومن متعهد لمتعهد، شي شمنتو شي حديد وشي خشب، ما بعرف شو بده يعمل. معناتها بده يعمل اوتيل جديد شي 11 نجمة. لك شو اوتيل ما اوتيل؟ شلون بتفكري امي؟ لك انت اللي ما بتعرف تفكر، لو كنت بتعرف تفكر كنت سطر مثل زيكو سكلانس واحسن. والله يخليكي، جهزي لي الحمام، بدي اتحمم وفوت نام. شو صار معها هي وسوزان؟ الست سوزان سافرت اليوم وراجعة بعد كم يوم، انا رح اخليك احسن منهم بكره بس توصل البضاعة. لك ويني؟ جوزك هيك ها بده يضل طول حياته ورا الناس. لا مرت عمي، جوزي اذكى من هيك بكثير. هلا قلي لي شو اعمل لك؟ اعمل لك كابتشينو بالليمون مثل ما بيشرب زيكو؟ ولا ساوي لك سندويش مكدوس بالكريمة؟ تصرفي كما يحلو لك، فايتة كمل ماسكي أنا. تكرمي. بدي 20%. وإذا ما في إزعاج نظمي بيك، يعني مثل ما لك شايف مخلص كتير محرج. طالما عم تحكي بهيك نسبة فلازم تقدم عمل مقابلة، ما هيك؟ حماك نظمي بيك، تقدر تعتبرني جاهز. نظمي بيك هلا بتجهز كل شيء، بتكتب الاوراق باسم الاستاذ مخلص. وليش باسمه مو باسم الشركه؟ وشو الفرق؟ ليش الشركه لمين؟ اذا نخلي الاوراق باسم الشركه. لا هيك بدكم تخلوني بلش خاف من التعامل وحس انه في نوايا سيئه. يا نظمي بيك خايف يكون عم يلعب شيء لعبه ما لي فهمانها. لو كان مثل ما عم تقول ما كان طلب حصة من المشروع الجديد كمان. يعني نعطيه المصاري؟ طبعاً من الصبح بيكونوا عنده، هذا الشيء بيخليه يتشجع ويروح يكمل الكشوفات بالشركة وبيقبض مصاري المشروع بالمرحلة الجاية، وكمان بياخد المواد. وانت بتعرف شو معنات الحكي، يعني نحن عم نعطيه من اللي إله. شفت أبو ظافر؟ حكيت معه بالتليفون، وقت تتقدم الكشوف رح يدققها هو كمان. شبك شريف شبك؟ عم فكر بهالبلاوي اللي بالمستودع. لا تزعل مني شريف، المعلبات ما بعرف شو محببك فيها. مرابحة اللي ما بتجي من 10 مشاريع. ايه بس هي فيها خطورة. نسيت آخر مرة شو صار؟ لا اطمن، هالمرة ما رح اطعميك 3/4 مثل هديك المرة. أنا رح أتصرف وصرفها لحالي. عظيم كتير ممتاز. أنا أعطيتك كشف المشروع كلياته كاملا وأنا درستها. المواد اللي ناقصة تستدركها بالكشف اللي جاي، وأنا عملت لك الكشف بنفسي. طيب بركي طلبوا مواد كمان؟ أنت خود الكشف واطلب المواد بنفسك، ولما بيسألوك قل لهم الكشف جاهز. يعني المواد اللي أخذناها من الأول الزيادة بدنا نستدركها هلا؟ إيه نعم. أنا حكيت مع واحد ولح يأمن لي مواد. أنت واثق منه؟ واثق تقريبا. طيب انا بعرفه. ايه يمكن زيكو كومبا. اوه الاستاذ زيكو. صحيح هذا شو قصته؟ قصته طويله. هذا يا سيدي ابتدى شو شايف اللي شايفه انا؟ شايف بس وجوده ما بيطمن. شو عم يساوي هنا؟ والله ما بعرف، في إلنا أكيد. شو بنساوي هلا؟ خلينا نرجع.
هنيك يا استاذ شاهر، بقلب هالمدينه في لي اولاد اللي معهم ذكريات كتير. اولاد؟ نعم، في بيناتنا ذكريات طيبه وطبشور. في رجال طيب كتير اسمه ابو محمود، بيعمل احلى شاي. شو رايك نشرب شاي بالمكتب؟ اول شيء خذ الوراق وعمل الطلب على اساسهم. استاذ مخلص، انا من امبارح وانا سهران، ادرس شو لازم وبعدين نشرب الشاي. انا مطمن، طالما في ناس طيبين مثل حكايتك ان شاء الله ما بنضل. تفضل يا رب. تسلم. شو لازم نعمل هلا؟ ولا كأننا شفنا شيء، نشوف شو بده يعمل. قصدك رح تعطيه المصاري؟ اي نعم، رح اعطيه الشك اللي طلبه. مرحبا. اهلا وسهلا. شو هيك كنت اجينا لعندك من ساعة المكتب ما لقيناك؟ كنت بالمشروع. شفت؟ أنا وياك كسلانين. يا عمي نحن كمان عندنا شغل، تفضل هي الشيك. شغلكم وبعرفه. لازم تعرفوا أكثر. شو صار بالطلبات الجديدة؟ كل شيء جاهز. أعطينا إياهم مشان يدققهم أبو ظافر. لا 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 لا، هالمرة ما حضرت بنوه. هالمرة أنا اللي بدي أشوف أبو ظافر شخصياً. ما فهمت يا صديقي العزيز، نحن ثلاثة شركة سوا، وانتو احيانا ما بتكونوا موجودين، مشغولين على طول، فانا لازم اعزز الثقة بيني وبين ابو ظافر، ونحن ثلاثة سوا خلص، والمفتاح بايدي، معناته اللي بطبخ منه بناكل نحن ثلاثة منه، ومثل ما فتنا سوا لازم نطلع سوا. على فكرة استاذ مخلص، وين عم تحط البضاعة تبعك؟ أخذت مستودع صغير وعم أمشي أموري فيه لبين ما الله يفرجها. قصدي عندي كم كرتونة بدي أحطها عندك بالمستودع، ممكن؟ ارحموا عزيزة قوم انزل. تكرم عينك أستاذ شريف، أنا بأخذ لك ياهم براسي على المستودع، وإذا ما ساعوا المستودع بحط لك ياهم بعيوني، فضلك سابق. أصيل أصيل يا مخلص أصيل. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا ام عزو. خير؟ لو رحتي معي كنتي شفتي بنفسك. بس شو، جبت من هنيك اغراض بتاخذ العقل، وجبت لك الك كمان اغراض خاصه فيكي اخر موضه. لك تسلمي لي، يسلموا ايديك كتار. ما بهون شي مناح بمشوا لك شغل. كلك ذوق. لك قديش انا مارق على راسي مزوقين. لا لا مثلك ما مرق. قديش مارق على راسي ازرق مثل هالأزرق ما لقيت. لا خلي لي اياكي. شو بدك بالحكي؟ مزوقة كتير انتي. تسلم لك، تسلم لي هالابتسامة شو حلوة. جينا لولو بريجيدا مو هيك؟ لا لا شو بدك بالحكي؟ حاجة بقى معزو يهو. لا مو حاجة، ما بكفيكي حقك قد ما حكيت ولعيت. شو زيكو قاعد مثل الكوت حردان؟ زيكو تعال شوف، اقعد معنا اريضة ارضاك. احيانا يا ست معزو برضو بليز، واحد بيحب يقعد لحاله، يعني بيستفرد بنفسه، ها حسب الضيف. بيظهر مو جايبتي له هدية محرزة لحتى مأنفد مثل الأنفدان. لا أيو، شو مالي جايبتي له هدية؟ جوزي جبت له هدية بتاخد العقل. ضربوا انتو ولا داعي. كله جزو. تعرفي الواجب انتي. أنا بكرة عم فكر انزل على المحل مشان الافتتاح، ما بدي انغدر، بدي اشرف بنفسي على كل شيء. إيه على فكرة زيكو، شوف قديش مارق على راسي كتب، وقديش مثقفة كتير أنا، وأرياني كل الكتب صفحتها، وكل القواميس من المورد للمحيط، ما كنت لاقي شو معنات كلمة مسيو سيكلانس. شو معنات سيكلانس؟ بس انت فهمني شو معناتها. اكسيوز مي، قول. الظاهر كل الكتب اللي جبت لك اياها ما نفعت معك. خلاص بوعدك رح اجيب لك كتاب الجريمة والعقاب، على وعسى تتثقفي. جيب لي الطبعة الثانية، الأولى موجودة عندي. أريد تنتين ما عندي. أنا حاسس ما عندك شي بنوب. زهزهان المناطق سعادة، حكيك دج مو بإيدك، ما عندك ديليكات. أصلاً يوم اللي جابتك أمك الله يرحمها كانت خالتك رايحة تجيب لها الداية، تخانقت مع الخضري وسفقها بكفة الميزان، وقامت جابت له الشرطة. أنا ما في حدا بيفهم علي غير الست أنغام. حلو لبسك ست أنغام؟ حلو؟ حلوين كتير ولابقيلك.
بعدين سوزان بتفهم بالموضة. مزوقة أنا كتير بعرف أختار الألوان مع بعضها. بدك تقولي يعني أسورتي. مخلص شو رأيك تاخد أمك بكرة على محل الأواعي البوتيك يعني تبع الست سوزان، نقي لها كم قطعة لأمك. بعدين خالتي بعدين. لك ليش بعدين؟ أما هالزيكو شو عامل ديكور حلو للمحل، يا سلام، بعت اثنين خصوصي حط الورد هيك على الرصيف طلع بيطير العقل. هاي أمي قدامك، إذا بدها تروح أنا ما عندي مانع. وانت وات از رايك؟ يعني شو رايك بالعربي؟ تحفينا هاتي لنشوف. احكي طالعي هالدرار زهزهان. نعم مخلص علمها لامك كم لغه عشان تعرف تحكي اذا قعدت بين ناس وعالم. اختي انا لا بدي اروح على محل ولا بدي اشتري شيء. لك زهزهان معقوله انت؟ معقول بهالمناسبه الحلوه ما تبعتي بوكليت ورد؟ اريده ترضي شو كحتي بعتي. يا ولا شو بوكيت الورد بقى؟ لك مشان الناس تقول، مشان ما يحكوا علينا بيقولوا زهزهان اختها الكبيره لاسمها، مشان هيك عم تدير بالها عليها. لك نسيتي شو جبت لك وقت ولدت انغام وجابت بيبي؟ فتح ببدنك قات وبلوى. خلص خالتي بكره الصبح انا ببعت لك بوكي ورد. وانت جايبت لك فستان بيطير العقل. وينه؟ لو بتطق عين تانك ما بعطيك اياه. ليش خالتي؟ روحي جيبي لي كاسه جامايكا نشف حلقي من كتر ما لعيت. روحي هلا راسي حاجة صحصلة انت من تحت لتحت تاع عاوزتك مخلين. مري خالتي حسوب حسابك بعد شوي بدك توصلني. على راسي وعزمك على صحن فول بآخر خط المهاجرين. نكايا. ايه بس انت جوزي ولازم تكون موجود معي وقت الافتتاح. اوكي حبيبي اوكي نو بروبلم ما في مشكلة، بس انا في مرة عزمتك على ديكور انا صنعته. خلص انا اسفة اعتبرني ما حكيت. لا حبيبي لا بترجاكي انا بحب احتفل انا وياكي لحالنا بالمحل. شو رايك انت تختاري محل نتعشى فيه وانا بخدمتك حبيبي. تفضلي. ما في فايده منك بتضل تضحك على عقلي. اوه سكلانس لحقني لهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف عرفت؟ مريت على المكتب قالت لي أنغام. قالت لي أنغام. أنغام قالت لي. يا شريف يا شريف نحن عندنا شغل أهم من المحل يلي فتحته سوزان. نظمي بيك سوزان خربت بيتي، أخذت البيت والسيارة ونسيت شو سويت من شانها. قلت لك عنا شغل أهم. راح تتجوزت شقفة رجال اسمه زيكو العمى، اسمه الحقيقي نسيانه زيكو الكفيبة بني آدم اسمه زيكو سكالانس كمان. شقفة الرجال اللي عم تحكي عنه صارت حالته فوق الريح. لك كان صانع صغير بيركب حنفيات مي. وشو اللي زعجه؟ انت نسيت كيف بدينا نحنا؟ نظمي؟ اهلين اهلين ابو صابر. مرحبا. اهلين اهلين ابو صابر. ممكن تفهموني شو القصه؟
أنا عم أسألك شو هالكشف ومين اللي عمله؟ يا ريت يا أستاذ شريف لما بتحكي معي ما تحكي بصيغة الأمر. هذا الكشف اللي عمله شخص بيفهم بهيك أمور. أنت أخذته لعند أبو صافي؟ مو هيك كنا متفقين؟ لا، نحن متفقين غير هيك. على شو كنا متفقين؟ نحن متفقين على... أنت بتعرف على شو كنا متفقين يا بحكي. أستاذ؟ بدي أسمع منه. ما حدا غريب. أستاذ نظمي صديقك، والست إنغام مدامتي. نحن متفقين على... أنت متأكد وبتعرف على شو متفقين؟ حاجة بقى لتلف وتدور. نحن ما كنا متفقين. أنتوا اللي كنتوا مقررين. مقررين أنتوا اثنين أنه تستجروا مواد أكثر من اللازمة للمشروع وتبيعوها بالسوق السوداء، وأبو ظافر هو اللي يدقق الكشوفات. وليش ما عملت هيك؟ ما عملت هيك لأنه أنا بدي المشروع يطلع بشرف، وكتبت أنا الكشف بالمواد اللازمة وبس. وهي المواد لازم يكون بعلمك كافية لهيك مشروع. فهمتوا؟ تحسن تفهمنا شو قصة من أولها أستاذ. قصة واضحة. مو أنت بتعتبر حالك ذكي وفهيم وبتخطط له لشريف بيك؟ تعرفوا أنتوا ليش جبتكن لهون؟ مشان أعزمكن على الغداء على حسابي بمناسبة وجود هذا الكشف اللي كشفكن يا أشراف. جرسون، قوم قوم. بيكون أحسن نتغدى نحن اثنين. إلا سيدي مالك ذكي وما بتفهم كمان. شقفت واحد أنا اللي عملت منه رجال يضحك علينا. أنا من الأول كان لازم انتبه وما وافقك على كلامك إنه نعطيه الشك، بس أنت قلت لي إيه وطاوعتك وصار اللي صار. أنا ما كنت متوقع إنه يعمل هيك أبداً، بس في شغلة. شغلة شو كمان؟ لا تقول لي إنه بدنا نسايره لبين ما يخلص المشروع. لا، هو منين بده يجيب بقية المواد؟ أخي اللي بيعمل هيك بيكون حاسب حساب لكل شيء. المواد اللي طالبها بالكشف الأخير ما بتكفي. قلت لك بيكون حاسب حساب لكل شيء. نحن نضحك علينا يا نظمي، ولا يمكن اسمح بهالشيء ابدا. لو تعرف قديش تعذبت لبين ما امنت لك الاغراض. انا شكرا لك، وانا ما بنسى لك هالمعروف. شكرا لك زيكو، بس بدي اسالك، انت عندك مستودع نحط فيه الاغراض ولا لك معلش انا بقول لك وين تامن لي اياهم؟ انت امر ونحن بالخدمه، وين بتريد بيوصلوك. شكرا كثير، انا بخبرك. وهي المبلغ اللي اتفقنا عليه. شكرا لك، وهذا المبلغ النسبه اللي طلعت لك من المشروع. انا الحياه علمتني صحيح يكون مصلحجي، بس مو حقير وندل. لا، انا بحب مصلحتي، بس مو على حساب اهل حاردي، مو على حساب المعدومين اللي مثل حكايتي. انا من جوا احترقت، انا من جوا جعت، انا تمرمطت. ما ممكن يوم من الايام انه انا عامل الناس مثل ما عاملوني. لا لا، انا اسمي السكلز. انا ما بنكر اني انا غلطت غلطة كبيرة، بس اهلا وسهلا. يسلم. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا، تفضل. طيب هات لشوف شو عملت. المواد تأمنت، بس بصراحة أنا خايف. من شو خايف؟ شريف ونظمي لا يمكن يسكتوا أبدا. هذا أكيد. أستاذ شاهر بدي أطلب منك خدمة رغم إني عذبتك. شو مطلوب مني؟ يا ريت تعمل لي أعمدة استنادية زيادة ودعائم أمان. ليش خايف المدرسة توقع؟ شريف ونظمي ما بيتأمنون، والمهندس اللي نفذ المشروع من جماعتهم. ولا يهمك، أنا عدت دراسة التصميم وما بسلمك يا إلا 100%. يا ريت يا أستاذ شاهر، أنا مستعد بيع كل شيء وأصرف على هالمشروع. خلاص، إمتى ما إجت المواد بتحطها بالمستودع، ونحن عنا بالمكتب صار عنده خبر. شكرا لك أستاذ شاهر، بصراحة أنا مالي عارفان كيف بدي رد لك جميلك. أستاذ مخلص، هذا واجبي، بس أنت هيك خسرت كتير. أنا ما بتهمني الخسارة المادية، المهم أني ما أخسر لا شرفي ولا ضميري. المبادئ اللي تربيت عليها هيك بتقول. أنا دخلت تجربة مع ناس ما عندهم لا ضمير ولا شرف، ولازم أطلع بأي ثمن.
ما شاء الله ما شاء الله. شريف؟ ايه طبعا، ولا نسيتيني؟ تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، حلو كتير واكيد مكلف كتير. الغالي حقه معه. شو وين كنت كل هالمدة؟ بهالدنيا الواسعة، شي بالأوتيل شي بالسفر، بس المهم هلأ الحمد لله رتبت حالي. أنا عرفت إنك رتبت حالك. إيه طمنيني، كيف السكالانس تبعك؟ زيكو عم يشتغل بشركة زيكو كومبا. زيكو كومبا؟ حلو، وإن شاء الله شغله منيح. الحمد لله منيح. أنت بتعرف إنه زيكو ما بينخاف عليه. بس شريف، أنت مو ملاحظ إنه عم نحكي مع بعضنا مثل الغربة؟ صح، بس أنت اللي ردتي نحن نكون هيك. أنا ما ردت، أنت جبرتني، أنت نسيتني وما عدت فكرت فيني. هاي يا جماعة، هاي سهلين معزو، كيفك؟ اشتقنا لك. أنا يلي اشتقت لك مدام سوزان. شو هالأحمر هاد؟ جيب ياخد العقل منين عم تجيبيها الأحمر؟ مو هيك كان حبيبك تور البس له أحمر. شو قصدك معزو؟ لا لا ما بقصد شي. أيوة. أهلين وسهلين مسيو شريف. مسيو شريف؟ شو؟ أم عزو صاير عم تحكي فرنجي؟ وي 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 مسيو شريف وي. نحن الحقيقة أنا ومدام سوزان كنا يعني عتبانين عليك، فتحنا للمحل ما بدك تشوف الديكور تبعه؟ ليش ما أجيت؟ ما بدك تشوف الدعاية تبع المحل؟ كنت تعا. الحقيقة يا مدام أم عزو أنا ايه يعني عجبك النيم؟ يعني الاسم عجبك؟ زيكو كومبا للأزياء؟ شي حلو، هو اسم بيلفت النظر، بس أنا كنت متوقع إنه يكون الاسم سوزي للأزياء، لأنه سوزي شغلتها الأزياء، مو هيك سوزي؟ الاسم مو مهم، بعدين الست لما بدها تسمي المحل باسم شركة جوزة بيكون شرف إلها كبير. أنا لو كان المحل محل تنجيد كنبايات كنت سميته كمان باسم جوزي الله يرحمه، إلهي وسيدي مولاي، وقلت ديبو لتنجيد الكنبايات دي كومبا. ليش جوزك اسمه ديبو؟ سوزان ما عم تحكي انت ولا كلمة، احكي لك كلمة. ارجيني الطقم لشوف. حلو؟ شوف له بنسات؟ ايه حلو. يا سلام، وكتير لابق لك كتير. ها شوف كلمة احلى. ايه بس مو لازم بالاول نضيف اخي شريف ضيافة تليق فيه. ماشي الحال، مرة تانية ان شاء الله، عندي شغل اليوم. أمي الله يرضى عليك، ريح حالك، الدنيا ما طارت. تعبان يا أمي. سلامتك. تعبان، حاسس حالي تعبان من جوا كتير، كأني لبست توب متوبي وعم بشتغل شغل مو شغلي. تعبان يا عيون امك. انا ما قلت لك هالدوب مو الك، ما قلت لك هالشغل مو شغلك، انت ما طاوعتني. خلاص يا امي خلاص، فات الاوان على هيك حكي. لا يا عيوني، ما بفوت الاوان على شيء، نقدر نصلحه. امي اذا كنت متورط بشيء قلي صارحني، بلكي بقدر ساعدك. كنت متورط، هلأ صار لازم بقى انسحب. متورط؟ بشو أمي؟ الناس اللي اشتغلت معهم وثقت فيهم استغلوا طيبتي وكانوا بدهم يورطوني. شو عم تحكي يا أمي؟
امي عيوني بوس ايدك سامحي، هذا البيت نحن بحاجه له شيء. لا لا ابدا يا امي، نحن ما لنا بحاجه لشيء. بيع البيت، بيع كل شيء، كل شيء بيعه، بس انت ما تنضام يا عيون امك. كتر خيرك امي.